أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. هذه الحلقة سنخصصها لمناقشة حالة التناقض التي تبديها ميليشيا الحوثي في التعامل مع الحرب والسلم في اليمن. إذن مشاهدينا، اعترضت منظومة الدفاع الجوي لتحالف صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه مدينة مأرب. مصادر محلية قالت إن منظومة الباتريوت دمرت الصاروخ فوق سماء المدينة قبل أن يصل إلى هدفه. ويأتي القصف بعد ساعات من احتفالات نظمتها السلطات المحلية بمناسبة عيد الجلاء. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: كيف يمكن فهم حالة التناقض التي تبديها الميليشيا في التعامل مع السلام بالتوازي مع تحركاتها العسكرية؟ ولماذا تمضي الأطراف اليمنية والدولية في مجازات هذا التناقض رغم الخيبات المتلاحقة؟ قبل البدء بالنقاش نتابع هذا التقرير. تبدي الميليشيا الموافقة على التهدئة والدخول في المشاورات السياسية، وفي الوقت ذاته تواصل إطلاق الصواريخ البالستية والمقذوفات على المناطق المحررة، أبرزها مأرب التي لا تبارح الصواريخ سماءها. المفارقة هنا تعني التناقض بين ما تقوله الميليشيا وما تفعله، لكن المتتبع لتاريخ الجماعة الإنقلابية ومسارات تحركها يدرك أن التناقض هو منهجها في التعامل، وأن المسار السياسي دوما ما تتخذ منه غطاء لكسب الوقت والتغطية على تحركاتها العسكرية. الغريب في الأمر هو موقف الأطراف سواء اليمنية أم الدولية التي لا زالت تعول على مراوغات الميليشيا رغم الخيبات المتلاحقة. فلماذا تصمت تلك الأطراف على هذه الممارسات؟ أليس في استمرار إطلاق الصواريخ البالستية حجة على تدليس هذه الجماعة واستخدامها المسار السياسي غطاء للعمل العسكري؟ ثم أن للسلام أن يتحقق أمام القناعات المعادية له والتي تفرض كل يوم مزيدا من التعقيدات والتحديات، وأي سلام ذلك الذي يترافق مع الإبقاء على ترسانة الميليشيا الحربية؟ سيقول أحدهم أن قولا مثل هذا فيه سبق للأحداث وما يمكن أن تخرج به المفاوضات القادمة، أما الواقع فيقول إن مسألة تخلي الميليشيا عن نقطة قوتها وجنوحها للسلام ليست سوى أضغاث أحلام. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وينضم إلينا من محافظة مأرب الصحفي نبيل صلاح. سيد نبيل مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا بكم. أهلا بك سيد نبيل. إذن يعني هجمة صاروخية للميليشيا جديدة على مدينة مأرب، صاروخ باليستي واعترض من قبل منظومة الباتريوت التابعة للتحالف، يعني كيف تقرأ تعامل الميليشيا مع السلام والحرب؟ أهلا وسهلا بكم. طبعا ميليشيات الحوثي، هذا ليس الصواريخ ترسلها على مدينة مأرب الآهلة بملايين السكان المدنيين بشكل شبه أسبوعي، يعني لا يكاد أسبوع يمر دون أن ترسل صاروخ باليستي. اليوم ليس صاروخ أحد، أرسلت صاروخ باليستي وصاروخ كاتيوشا طبعا، وتم تدميرهن بفضل منظومة التحالف العربي الباتريوت، وإلا لكانت ألحقت دمارا هائلا بشكل متواصل بالمدينة وبآلاف المدنيين الذين يقتنونها. نعم، لكن يعني الاستهداف هل هو مباشر على مركز المدينة، المدينة الآهلة بالسكان ويعني التي يعني يجتمع فيها معظم النازحين من مناطق الصراع، يعني هل بالفعل القصف موجه على مركز المدينة المأهولة بالسكان و أم أن القصف يعني هو لمناطق محددة ربما تجمعات عسكرية أو ما شابه؟ بالفعل القصف يستهدف المدنيين بشكل مباشر، وتم تفجير هذه الصواريخ في سماء المدينة، ولو وصلت طريقها دون أن تعترضها منظومات حرب لكانت وجدت هدفا مدنيا، إما مدرسة أو مسجد أو شارع كما حصل خلال أشهر قليلة الماضية عندما استهدف صاروخ كاتيوشا مدنيين وراح ضحيتها عددا من المدنيين ليس لهم علاقه بالسلك العسكري او بالحرب او بما شابه، واصابه العشرات. هذه الميليشيات تستهدف المدنيين بشكل مباشر ومقصود، وتضرب الصواريخ بشكل عشوائي على المدينه، والمدينه هذه
يوجد فيها أكثر من 3 مليون مواطن، نزح إليها أكثر من 1,400,000 نازح بحسب بيانات السلطة المحلية. بشكل متواصل يصل النازحون إلى مدينة نعرب، لكن الميليشيات يعني ليس لديها أي قيم أو أي يعني أي قيم تربطها في الحرب أو في نعم. لتثبت أنها فاقدة للقيم وللأخلاق وتستهدف المدنيين بالصواريخ البالستية والكاتيوشا. نعم، إذن ابقى معي سيد نبيل صلاح. أشرك معنا في الحديث الكاتب الصحفي يحيى الأحمدي، سينضم إلينا أيضا من محافظة مأرب. سيد يحيى، مساء الخير. مساء الخير أخي لك ولمشاهدي القناة قناة بلقيس، وأهلا بك أخي. أهلا بك سيد يحيى. يعني هجمة صاروخية جديدة للميليشيا على مدينة مأرب، يعني كيف تنظر إلى استمرار الميليشيا في إطلاق الصواريخ على هذه المدينة؟ الإطلاق الصواريخ على مأرب يعني هو عملية مستمرة، يعني لم تتوقف منذ 3 أعوام، يعني من بداية الحرب والتحشيد لتحشيد جماعة الحوثي للقتال اليمنيين. يعني ما يلفت الانتباه اليوم هو ان هذا ان الصواريخ بدأت وتيرتها في الفترة الأخيرة، ربما تعاقب، ربما يضعها الحوثيون امام ما يسمى ربما الحوار القادم او الدعوات الى حوار قادم بين الحكومة الشرعية والمتمردين الحوثيين. هذه الضربات التي تستهدف مدينة مأرب هي رسائل ربما يريد الحوثيين أن يوجهونها كي لا يتم الضغط عليهم أو يحافظ عليهم. هو مدرك تماما أن المعركة يذهب في صالح الشرعية، كل الجبهات اليوم تتهاوش أمام الجيش الوطني، فبقيت لديه هذه الصواريخ التي ينتقل بها او يحاول ان يستعيد قواه ويحاول ان يوحي بيسار الى انصاره والى اتباعه لانه ما زال موجودا. نعم، لكن سيد يحيى انت كما وصفت ان هذا الامر هو يعني نوع من الضغط قبل ان تاتي هذه المشاورات، ولكن يعني هذا كما يبدو نوع من التناقض. يعني اليوم المجتمع الدولي ينظر الى حسن النية من الطرفين في مسألة الذهاب نحو السلام ونحو هذه المشاورات، بينما يعني كلما اقتربت المشاورات يعني رأينا أفعال جديدة وأفعال شنيعة، مثل أن تستهدف مدينة آهلة بالسكان كمدينة مأرب. كما قلت لك في الكريم، المجتمع الدولي أعطى الحوثي للأسف الشديد انقلوا في الفترة الأخيرة، كانت الحديدة على شكل حاكم ويحكمنا وتعود إلى المدينة والمصدر المهم في تغذية الميليشيات الكثيرة، لكن المجتمع الدولي بتدخله وهو يدرك تماما المندوب الأمم المتحدة نفسه يدرك تماما الحوثيين لا يمكن أن يحتجزوا، يعني ندعي أصلا للحرب بكرامتها، لكن هؤلاء إذا كانوا يريدون السلام يعني. لكن انا اقول من وجهه نظري الشخصيه ان الدعوه هي دعوه لانقباض غير الدعوات لفشل جديد، والمفترض ان يكون اعتقادا لله. المره الحوثي لديه بعض الاهداف يريد ان يحققها في اطلاق الاسرى الذين في الجيش الوطني، يقابلهم بعدد من الشباب الذين اختطفهم من منازلهم. بادل بهم عدد من المختطفين الذين اختطفوا من منازلهم او من الطرقات، وربما يريد ان يحقق الان بعض المكاتب، وايضا كما ينادي بفتح صناعة الدولي لانقاذ ربما يعني الجرحى او ما يقال او ما كما كثير من المصادر ان هناك مقاتلين من دول اخرى، يريد ان يكون هذا هي ربما هذه لا تحدث اليمنيين يدركون هذه، واي مراقب او متابع يدرك ان الجولات الماضيه كانت عباره عن كتب الوقت واعاده ترتيب الصفوف ومن ثم البدايه حرب جديده وموجه جديده من الفتنه. نعم، اذا ابقى معي سيد يحيى. اعود اليك سيد نبيل صلاح. يعني
يعني هجمات على مدينة مأرب وأيضا تصعيد في أكثر من منطقة، يعني هل برأيك الميليشيا يعني تبدو جادة في عملية السلام هذه المرة، أم أن يعني الوضع لا يختلف عن السابق؟ لدينا قطعة ثابتة بأن الميليشيات الحوثية ليس لديها النية الصادقة للسلام أو للتنازل من أجل إحلال السلام وإنهاء معاناة اليمنيين. هذه الميليشيات عرقلت الجولات السابقة وتعمل الآن، وهذه تعتبر من ضمن رسائلها بأنها لا تريد السلام وتنوي عرقلة جولة السلام في السويد القادمة. ولو كان لديها نية للسلام كانت أبدت حسن النية في ملف الأسرى، في ملف المعتقلين، إيقاف الهجمات الصاروخية. هذه ميليشيات وعصابات تعتقد أنها وصلت إلى صنعاء، يعني حصلت عليها من السماء وتعتبر التنازل عن هذه الهدية الثمينة يعني معيب أو تنازل عن شيء مقدس. هذه الميليشيات لا ينفع معها إلا الحسم العسكري وكسرة عسكريا. نعم، إذا وضحت الصورة سيد نبيل صلاح صحفي، كنت معنا من محافظة مأرب، شكرا لك. أشرك معنا في الحديث سينضم إلينا مدير مركز سبأ الإعلامي السيد وليد الراجحي. سيد وليد مساء الخير. مساء النور، أسعد الله مساءك ومساء المشاهدين. يا أهلا بك سيد وليد، يعني أنتم في محافظة مأرب يعني كيف تتابعون أخبار المشاورات التي يتم التحضير لها في بداية الشهر القادم، ويعني التصريحات التي تصرح بها الميليشيا عن أنها يعني عن أن هناك رغبة جادة في السلام هذه المرة، وهناك أيضا بالمقابل ترسل صواريخ إلى مدينة مأرب بين وقت وآخر؟ نعم، بالنسبة لحديث الميليشيات عن المشاورات والانخراط في المشاورات فقط من باب المناورة وعملية كسب الوقت، أو مصيرها كمصير المشاورات السابقة التي أعلنت الميليشيا على الانخراط أول مشاركة بها، لكنها مباشرة أو سرعان ما تبحث أو تتبرع بذرائع معينة لإفشال تلك المشاورات. بالنسبة للنظر لهذه المشاورات تبقى كسابقتها، لا تغير أو لا تقدم ولا تؤخر بالنسبة لمن يشاهد. نعم، لكن يعني سيد وليد هل لديكم احصائيات محدده في المركز يعني التابع لكم احصائيه لعدد الصواريخ التي استهدفت محافظه مأرب منذ بدايه الحرب؟ نعم، ما يتم توثيقه او رصد هذه الصواريخ يتجاوز 120 صاروخ باليستي، اما بالنسبه للمقذوفات الاخرى يتجاوز 1500 مقذوف التي وصلت وكان لها ضررا او على سواء الاضرار البشريه او اضرار ماديه. نعم، اذا ابقى معي سيد وليد. اعود اليك الصحفي يحيى الاحمدي، يعني برايك ما خطوط السلام في اليمن خصوصا ويعني ان الميليشيا يعني تصر على الاحتفاظ بالسلاح وأيضا يعني تمارس عمليات الاستهداف بين فترة وأخرى في يعني إشارة واضحة للابتعاد عن خط السلام الذي تدعو إليه؟ اليمنيون من خلال التجارب السابقة ربما لو أجريت استطلاع شعبي حتى على مستوى عامة الناس سيبقى الانسان سؤال بالاستغراب، يعني المطالبات معروفه رئيس وان كنا نحدث ونقول الكلام دائما، لكن المؤشرات والمعطيات على الواقع تقول بان
لا يمكن لمن يريد السلام ان يقدس مدينه مثل مأرب، مدينه صغيره، الى يعني اي مقدس يسقط مأرب حتى الانسان. يعني لا يمكن ان نفهم ان من يريد السلام يقدس هذه المدينه اكثر من 100 كما يقول الاخ وليد، اكثر من 1000 مقدوس واكثر من 1000 صاروخ. لا يمكن ان يكون باحث عن السلام. من اذا انتقل من اسرائيل الجيش الوطني موجود اطراف الى العاصمه صنعاء، لكن الشرعيه تعي مسؤوليتها، تعي اطار الجيش الوطني ايضا يرون ان الوضع المدن كيف تستهدف بهذه الطريقه. اتوقع او قراءتي للواقع الحديث عن السلام والحوار حسن النية، لابد ان يكون هناك التأهيلات، يكون هناك بعض المؤشرات الايجابيه، لكن من خلال قراءتي ومشاهدتي للواقع لا توجد مؤشرات ولا يوجد ولا تستقبل لدى الحوثيين. اما الحكومه الشرعيه فقد سمعنا بالامس ان وزير الخارجيه ربما اشار او اكد بان الحكومه الشرعيه جاهزه وانها يعني ستقبل ببعض الاتفاقات او التفاهمات المطروحه على يعني ربما دولة الحوار، وان بدت مرونه كثيره جدا، لكن الحوثيين كما لكن الحوثيين كما قلت لك بانهم لا يريدون السلام ولا توجد الرغبه لديهم بسلام دائم وشامل وحل للقضيه اليمنيه وانهاء لهذه الحرب التي لا اساس، التي لم تكن بالاساس مطلوبه لا في اليوم ولا في بعد اليوم. نعم. طيب سيد وليد الراجحي، يعني هناك استمرار من قبل الميليشيا في الحرب، ولا يوجد يعني ما يوضح ان هناك حسن نية في مسألة الذهاب نحو السلام، ونلاحظ ان الأطراف الدولية يعني لا زالت تراهن على انه يمكن الوصول للسلام مع هذه الميليشيا، برأيك لماذا؟ نعم، بالنسبة للميليشيا لا يمكن الوصول. يحيى، مئات التجارب والاتفاقات مع هذه الميليشيا التي نقتها بما فيها وثيقة الإجماع الوطني المتمثلة بمخرجات الحوار الوطني، وأشرفت عليها نعم. إذا يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال مع سيد وليد الراجحي. إذا أشكرك جزيلا سيد وليد، مدير مركز سبأ الإعلامي، كنت معنا من محافظة مأرب. أعود إليك سيد يحيى الأحمدي. سيد يحيى، هناك نقطة أيضا مهمة، يعني الاستهداف لمدينة مأرب ليست هي المرة الأولى، يعني هناك ربما عشرات المرات ومدينة مأرب تستهدف بالصواريخ بين فترة وأخرى، وهذه المناطق التي تستهدف منها المدينة هي مناطق تابعة لمحافظة مأرب، ما زالت تحت سيطرة الميليشيا كجبل هيلان والصرواح وغيرها من المناطق. يعني هنا الشرعية ألا تعي أنه يعني بات من الضرورة تحرير هذه المناطق لضمان سلامة المدنيين في هذه المدينة؟ الجيش الوطني يعني هو على أطراف العاصمة صنعاء، لكن كما تعلم في الكريم أن التضاريس ربما التسلل بين الحين والاخر، حتى يعني جبل هيلان هو يبعد عن مدينه مأرب بكثير، وانما يحدث هناك ربما تسللات بين الحين والاخر، لان هؤلاء كما قلت لك لا توجد لديهم الاخلاق الحرب. يعني انت عندما تطلق صاروخ الى او الى مدينه مأرب، مدينه مأرب ليست مدينه عسكريه ولا توجد فيها معسكرات مثلا، يعني كل المعسكرات كل المقاتلين موجودين على اطراف على اطراف العاصمه صنعاء او في باتجاه صرواح، بامكان هؤلاء ان يكون المواجهات هناك اذا كان هناك بعض اخلاقيات الحرب، لكن بالفعل بغض النظر حتى وان كانوا على مقربه وان كانوا يستطيعون ان يضربون هذه المدينه
يعني هم يودون على العزل على الجماعات السكنيه على هؤلاء النازحين الذين قدموا من مختلف محافظات الجمهوريه. فبالتالي حتى وان كان هناك بعض الفرص التي تتاح لكن لا توجد اخلاقيه في الحرب. كما قلت لك بان بامكان الجيش الوطني مدفعيه الجيش الوطني ان تفرض من اطراف نعم الى او من اماكن المتقدمه اليوم التي على اطراف العاصمه الصراحه. لكن هناك مراعاه للجانب الاحياء السكنيه المكتظه بالسكان، كل هذه متاحه لكن لا توجد كما قلت لك لدى هؤلاء الحوثيين الاخلاقيات المطلوبه. فبالطبيعه ان يضربوا في اي وقت، وحين وباتت الصواريخ يعني على مأرب او المقذوفات بين الحين والاخر لا تتوقف. نعم، إذن أشكرك جزيلا. وضحت الصورة سيد يحيى الأحمدي الكاتب والصحفي، كنت معنا من محافظة مأرب. ومشاهدينا نكتفي بهذا القدر ونصل إلى ختام حلقة الليلة من زوايا الحدث. أشكر ضيوفي سيد يحيى الأحمدي وأيضا الصحفي من محافظة مأرب نبيل صلاح، ومن محافظة مأرب أيضا مدير مركز سبأ الإعلامي سيد وليد الراجحي. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة زميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقيكم في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله.